تنضم إلينا من بيروت الدكتور إيمان الشويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. مساء الخير دكتور، أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وإن كنا سنبدأ من هذه الجولة التي يقوم بها بلينكين، هل سيتم مناقشة حل من تل أبيب وتحويل أفكار تطرح هنا وهناك إلى أوراق عمل اليوم ربما ستنفذ برأيك؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا هنالك البحث ويعني الضغط على إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية من أجل وقف هذه الحرب، ليس طبعا كرمة لعيون الفلسطينيين إنما كرمة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى. وبالتالي هنالك اليوم بحث عن تسوية يعني يدور في الأروقة الغربية، خاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، أن يكون هنالك تسوية، أن يكون هنالك طريقة حكم جديدة لغزة من جهة، وأيضا حل للقضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي قد يكون هنالك بحث عن يعني تسوية، أو قد يكون المدخل لهذه التسوية عربي، وتحديدا من خلال القمة الطارئة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في 11 من هذا الشهر. تتوقعين أن يكون هنالك طرح مختلف في هذه القمة؟ سيخرج ربما ببعض الآفاق لحلول؟ لابد أن يكون هنالك حل وهنالك تسوية. وأمريكا اليوم يعني أعتقد أنه في الفترة المقبلة، وخاصة إذا اختارت إسرائيل أن يعني تعاند البيت الأبيض وتستمر في هذه العملية أو في هذه الحرب، أعتقد أنه سيكون هنالك توتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه صراحة جو بايدن الرئيس الأمريكي، وقال لنتنياهو أن يعني عليك أن يعني تحضر الأفكار أو الدروس التي يجب نقلها إلى الخليفة، يعني الرئيس المقبل، وهي إشارة إلى أنه قد يصار يعني إذا ما طال أمد الحرب قد يكون هنالك رئيس حكومة إسرائيلي آخر، أو أقله ربما يتنحى يعني نتنياهو، على غرار ما حصل في 1973 حين تنحت جولدا مائير، والتي كانت يعني ستقوم بالانتحار، وقالت أنه كان هنالك تفوق عسكري عربي، ويعني تقريبا التاريخ يعيد نفسه. وبالتالي أعتقد أنه سيكون هنالك مفاجآت كبيرة، سيكون هنالك هدن، سيكون هنالك حلول، سيكون هنالك أيضا رضوخ لنتنياهو لإدارة البيت الأبيض، وأيضا للدول والقوى الغربية، لأن القوى الغربية اليوم لاحظنا أن هنالك شبه تبدل ولو أنه ضمني للموقف الغربي الداعم بشكل كلي لإسرائيل، وكأننا اليوم أمام يعني تهديد ضمني لنتنياهو بأننا لا نريد أن تتمدد شرارة هذه الحرب إلى أوروبا وإلى القوى الغربية. وبالتالي القوى الغربية اليوم يمكن أن تحقق المكاسب من طبعا يعني هذه الحرب إذا ما انتهت في وقت محدود أو في وقت قصير أو لا تطول هذه الحرب، ولكن إذا طالت سنكون أمام وضع كارثي جدا ستمتد شرارته إلى كل الدول. طيب اتصالا بهذه النقطة دكتورة إيمان، أعود بك إلى التقرير الاستخباراتي الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من أن مجموعة فاغنر الروسية تريد إرسال أو تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور SA-22 إلى حزب الله. يعني ما رأيك في تداخل الملفات على هذا النحو ولو كانت تقارير صحفية أو استخباراتية فقط؟ أعتقد أن هذه التفاصيل يعني ليست هامة، لماذا؟ ولو ثبت صحتها من عدمه، لأنه معروف أن اليوم القوى يعني قوى المحور إضافة إلى روسيا والصين هي تدعم بعضها البعض في كل المواجهات والحروب الكبرى، وبالتالي يعني أي حديث عن دعم عسكري أو نقل أسلحة أو مقاتلين أو أنظمة دفاعية أو صواريخ أو ما إلى ذلك، لا أدري أنه سيؤثر في المعادلات الاستراتيجية، إنما الأهم أن حزب الله اليوم هو قادر طبعا على مواجهة إسرائيل حتى النهاية، وهو أعتقد
أن إسرائيل تعلم ما لدي حزب الله من قدرات عسكرية فائقة قادرة على المواجهة، وليس فقط إسرائيل إنما كل الدول يعني الإقليمية تعلم ذلك. لذلك هي اليوم تحذر يعني وتخوف وتضغط على إسرائيل من أجل عدم فتح هذه الجبهة. هذه الجبهة طبعا ستكون مكلفة جدا للدول الأوروبية ولأمريكا، إضافة طبعا لإسرائيل، وخاصة على ملف الغاز. كان هنالك في السابق وكأنه يعني إسرائيل شعرت بأنها هي التي تعوض شيئا من النقص في الغاز الروسي مع التنقيب عن الغاز الذي تم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بطريقة غير مباشرة على البلوكات الغاز، وبدأت بالتنقيب عن هذا النفط. وبالتالي أعتقد هذه الورقة هامة جدا لإسرائيل وهامة لأوروبا، وخسارة هذه الورقة هي ستضاف أيضا إلى خسارة أخرى قد تجنيها أو تتكبدها إسرائيل، وهي موضوع التجارة البحرية والبحر الأحمر. البحر الأحمر غاية في الأهمية بالنسبة لإسرائيل وأوروبا أيضا، لأنه إذا كان هنالك نية في توسيع رقعة هذه الحرب، طبعا اليمن يدخل أو دخل بشكل ربما رسمي على الخط بعد إطلاق المسيرات التي استهدفت إيلات، وعليه هنالك خوف كبير من تعرض أيضا البحر الأحمر إلى هذه الصواريخ. طب دكتورة إيباد، الكل يترقب خطاب حسن نصر الله اليوم، ويترقب أيضا وصول بلينكين إلى تل أبيب اليوم أيضا. أنت يعني تميلين إلى القول بأن بلينكين ربما من خلال خطابه الذي ينحو إلى خفض التصعيد ربما يضغط على إسرائيل لإحداث اختراق ما لهذه الأزمة، هدنة إنسانية مثلا، وقف إطلاق نار، صيغة ما لتسوية هذه الأزمة؟ سألتني فقط عن بلينكين أو عن شيء آخر؟ لا، أنا أقول لك أنه الكل يترقب شيئين اليوم الجمعة، خطاب حسن نصر الله وزيارة بلينكين. طيب، يعني ربما هنالك تزامن بين هذين الأمرين، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد. وأيضا حدث أمر آخر بأنها سحبت ضابط رفيع المستوى من قيادة العمليات العسكرية، وهو الذي كان يدير حرب المدن في الفلوجة والموصل، وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد اليوم التهدئة ولا تريد العملية البرية. طيب، ولا تريد أيضا فتح الجبهة الشمالية. لذلك توجه بلينكين، سيتوجه بلينكين إلى تل أبيب، وهو توجه يعني من أجل يعني خفض، إذا أردنا القول، حدة الاستفزازات التي يتعرض لها اليوم أو تتعرض لها إسرائيل وحكومة نتنياهو من الخطاب المنتظر لأمين عام حزب الله. دكتور، على وضع الذي قد لا يحمل إعلان حرب. تماما، هنا كبير. هنا أريد أن أقف معك يا دكتور إيمان، يعني على وقع هذا التحرك لبلينكين وتزامنا مع الخطاب المرتقب للأمين العام لحزب الله، وعرف عن حزب الله يعني براعته في الحرب النفسية والرسائل التي يوجهها، وقد قيل أن هنالك رسالتين برع بهما الأمين العام في الأيام السابقة، والجميع يترقب اليوم هذا الخطاب. هل سيأتي حاملا الكثير مما تم من تحليل معلومات، بيانات، مما ورد، في أن يجنح نوعا ما إلى بعض من السلم، بعض من السلام، أم أنه سيحمل ربما آفاقا مختلفة اليوم الخطاب المرتقب دكتور إيمان؟ يعني أي أحد اليوم لا يعلم ما سيحمله خطاب السيد نصر الله طبعا في الغد. ولكن تحليلات يعني لهذا الخطاب، طبعا يعني حزب الله لن يسرب ما سيحمله لأنها جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي دأب عليها حزب الله منذ طبعا المعارك الممتدة يعني مع إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن يعني هذا الخطاب لم يحمل إعلان حرب، لأن حزب الله لو كان يريد فعلا أن يدخل في هذه الحرب كان سيدخلها من اليوم الأول، لا عوائق أمامه. هل هذا معيار أنه لم يدخل الحرب منذ اليوم الأول وبالتالي لن يدخلها؟ هل هذا معيار واقعي دكتور؟ ليس هو معيار بقدر ما هو قرار. يعني حزب الله
في 2006 كانت المواجهة مختلفة، كانت بين إسرائيل وحزب الله ولبنان مباشرة. صحيح. أما اليوم فهنالك غزة، هنالك فلسطين، هنالك نزاع إقليمي دولي، النزاع الأقدم يعني بين إسرائيل وفلسطين. وبالتالي يعلم حزب الله اليوم أن هذا الصراع هو ليس فقط بيد حزب الله، إنما هو يعني هنالك دول أيضا إقليمية يجب وعليها أن تعيد الاهتمام وتتحمل المسؤولية في موضوع القضية الفلسطينية، وإلا فأن هذه الدول طبعا لن تسلم أقله من جرائم الكراهية التي تحصل اليوم في هذه البلدان. صحيح. ومن التبعات الأخرى، وعليه حزب الله يعتبر أنه يمكن يعني أن يتريث في هذه الحرب إلا إذا دعت الحاجة. إذا استدرجت إسرائيل لبنان إلى هذه الحرب، عندها حزب الله لن يسأل أي أحد، لا السياسيين. لكن المؤشرات من طهران يا دكتورة إيمان، المؤشرات من طهران لا تشير إلى إنه إيران تريد حربا أو قررت حربا ما من خلال ذراعها العسكرية حزب الله. يعني كلام عبد اللهيان في أنقرة كله ينحو إلى الخفض التصعيد. طبعا، وهذا ما كنت أقوله، يعني اليوم لا حزب الله يريد التوسعة، ولو أنه اليوم يعني يقدم الكثير من الضحايا في هذه المعركة على الحدود. يعني هي معركة لا زالت ضمن إلهاء إسرائيل عن غزة وعن ما يحصل، ولكن لا حزب الله يريد لهذه الحرب أن تتسع، ولا سوريا أيضا ولا إيران. إيران لم تأخذ اليوم أو لم تتخذ قرار الحرب، لأن إيران يعني تريد طبعا هنالك مصالح إيرانية في الشرق الأوسط. لا تريد إيران اليوم خسارة كل هذه الأوراق، يعني حماس هي اليوم تتولى المواجهة مع إسرائيل في فلسطين، وإيران اليوم أيضا ستدخل في التسوية وفي الحلول التي ستأتي بعد هذه الحرب. شكرا لك دكتورة إيمان شويخ، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، شكرا لك.